السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري، يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. الحقيقة الفيديو ده موجه لحبايبنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، الناس اللي منتظرة النتيجة. بشرى سارة يا شباب، تنسيق الجامعات 2021، توقعات رسمية بانخفاض الحد الأدنى لكليات القمة 2% للطب و 3% لباقي الكليات. بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021، حيث انتهت أعمال التصحيح لأوراق البابل شيت بالنظام الإلكتروني باستخدام الماسحات الضوئية وإعداد النتائج وتجميع الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع. ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأسماء خلال ساعات لإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، والذي يصل عددهم إلى أكثر من 10 طلاب في كل شعبة خلال ساعات. ومن المنتظر عرضهم على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء غدا الخميس. كما تؤكد المؤشرات المبدئية عن تراجع شرائح المجاميع ولن تكون في مستوى الأعوام الماضية، إنما جميع أوائل الثانوية والمتفوقين لن تتكرر وستكون أقل من الأعوام الماضية مع ثانوية البابل شيت ونظام الاختيار من متعدد. وتؤكد أيضا المؤشرات أن شرائح المجاميع خاصة الأكثر من 95% والتي تؤهل الحاصلين عليها إلى كليات القمة ومنها الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ستنخفض بفارق يتراوح بين 4 و5% عن الأعوام الماضية. تمام كده يا شباب، مما يؤدي إلى تراجع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات بنفس نسب الانخفاض عن العام الماضي والذي وصل إلى 98% للطب. يعني الموضوع التنسيق يا شباب بتاع هذه الجامعات، جامعات وكليات القمة، المجاميع بتاعتها السنة دي إن شاء الله سوف تنخفض. وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة مقارنة بالأعوام الماضية. لحد هنا يا شباب الفيديو بتاعنا انتهى، ربنا يوفقكم وكل واحد ينول اللي يتمناه. ما تنساش بقى لو حضرتك مش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك، وما تنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد، وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.